وهنا يعني يخليني أتطرق إلى موضوع جدا مهم اللي هو الدخول الآمن المنزلي، اللي أنا الله يسلمكم بتطرق إلى تقريبا 8 نصائح أقدمها. بإمكانكم أنكم تدربون أهلكم في البيت وأبنائكم على كيفية اتباع التعليمات المهمة. أول شيء عند الرجوع للمنزل وقبل لمس أي شيء، تأكد أنك تضع أعزكم الله الأحذية إن أمكن خارج المنزل أو عند الباب مع ضرورة التنظيف والتعقيم. 2، وفر مكان خاص إن أمكن، مثلا صندوق تضع فيه جميع المقتنيات الشخصية الخاصة بك، وحاول تعقمها أو تنظفها طبعا، وعدم تخلطها بالمقتنيات الشخصية الأخرى. وهنا يعني يخلينا نأكد على أهمية أثناء التنظيف والتعقيم، يجب أن تكون بطرق يعني علمية ذات أسس سليمة، وهي ضرورة لبس الكمام والقفاز أثناء عملية التنظيف والتعقيم، مع ضرورة، وأكد هنا، مع ضرورة غسل اليدين. وهنا يخلينا نتطرق إلى كيفية لبس والتخلص من الكمام والقفاز. أول شيء عقب ما تخلص من عملية التنظيف، تأكد أنك عندك تخلص من القفاز أول شيء، وتخليه في كيس خاص، وبعدين تغسل يدك لمدة تقريباً 20 ثانية، وبعدين تنزع الكمام من غير ما تلامس أي منطقة من الوجه أو الأنف، وكذلك تخليه في نفس الكيس الخاص. وبالتالي آخر خطوة بتكون هي عملية غسل اليدين، وهذه من أهم النصائح اللي أنا أقدمها حق أي شخص يحاول يفخص فيه، يعني يفخص الكمام أو القفاز. طيب بعد ما تدخل إلى المنزل وغسلت يدك، وأنت طبعا كنت خارج للعمل أو للتسوق، تأكد أنك أنت تبدل مناسبك وتخليها في مكان بعد خاص، ومن الأفضل بعد أنك تأخذ استحمام، وذلك التأكد من يعني سلامة النظافة الشخصية. النقطة الثامنة، تأكد أنك تنظف وتطهر الأسطح اللي دائما لامسها بكثرة في البيت، مثل الطاولات، مقابض الباب والأثاث. وينبغي ترك العديد من أنواع المطهرات، إذا استخدمتها خلها تكون موجودة يعني فترة شوية طويلة على الأسطح. احنا نسميها دائما هذه نظرية ملامسة الأسطح، لتكون بعد وضع المعقمات أو التنظيفات على الأسطح تخليها فترة بروحها تجف مع الهواء، علشان التأكد من، لو قدر الله لو فيروس كان موجود على الأسطح، فيتم التخلص من هذا الفيروس. طبعا جميع هذه التعليمات اللي احنا قدمناها لكم، اللي تعتبرت جدا بسيطة ولكن مهمة جدا في هذه المرحلة، تدرب عليها وتخليها جزء من حياتك اليومية، وتدرب فيها أهل بيتك، هي للحفاظ أول شيء على صحتك وعلى صحة من حولك، خصوصا لو كنت من الأشخاص اللي تعيش مع كبار المواطنين من أبهاتنا وأمهاتنا، ضرورة فعلا نحافظ على سلامتهم وصحتهم من حصولهم لا قدر الله إلى هذا الفيروس.